لي خولات أطلال ببرقات ثمادي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطياهم يقولون لا تهلك آسا وتجلدي كأن حدوج المالكيات غدوات خلايا سفين بالنواصيف من دادي عدوليات أو من سفين ابن يامين يجور بها الملاح طورا ويهتادي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قاسم الترب المفايل باليد وفي الحي أحوى ينفض المرد شادين مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجاد خذول تراعي ربربا بخميلات تناوال أطراف البرير وترتادي وتبسيم عن ألما كأنها منورا تخلى لا حر الرمل دعص له نادي ساقته إيات الشمس إلا لثاته أسفى ولم تكدم عليه بإثميدي ووجه كأن الشمس حلات رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتادي أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجود تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد ترباعات القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرات أغياد تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصال روعات أكلاف ملبيد كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شك في العسيب بمسراد فطوران به خلف الزميل وتارة على حاشيف كالشن ذاوي مجدد لها فاخذان أكمل النحض فيهما كأنهما باب منيف ممرد وطي محال كالحني خلوفه وأجرينة لزت بدأي منضد كأنا كناسي ضالات يكنفانها وأطراق سي تحت صلب مؤياد لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشدد كقنطارة الرومي أقسام ربها لا تكتان فن حتى تشاد بقرماد صهابية العثنون مؤجادات القارى بعيدات وخد الرجل موارة اليد أمرات يداها فتل شزر وأجنيحت لها عضداها في سقيف مسند جنوح دفاق عندال ثم أفرعت لها كاتفاها في معالا مصعد كأن علوب النسع في دآياتها موارد من خلقاء في ظهر قرداد تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقدد وأتلاع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلات مصعد وجمجومة مثل العلات كأنما وعلم التقى منها إلى حرف مبراد
وخد كقرطاس الشام ومشفار كسبت اليمان قده لم يحرد وعينان كالماويتين استكناتا بكهفي حجاجي صخرة قالت موردي طحوران عوار القذافة تراهما كمكحولتي مذعورة أمي فرقادي وصديقتا سمع توجس للسورة لجرس خفي أو لصوت مندد مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامي عتيشات بحوما لا مفرد وأرواع نباض أحذو ململام كمردات صخر في صفيح مصمد وإن شئت سام واسط الكور رأسها وعامات بضبعيها نجاء الخفيداد وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافات ملوي من القد محصاد وأعلام مخروت من الأنف مارين عتيق متى ترجم به الأرض تزداد على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي وجاشت إليه النفس خوفا وخالاه مصابا ولو أمسى على غير مرصادي إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي أحلت عليها بالقطيع فأجذامت وقد خب آل الأمعاز المتوقد فذالت كما ذالت وليدات مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد ولست بحلال التلاع مخافات ولكن متى يسترفد القوم أرفدي وإن تبغني في حلقة القوم تلقاني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطادي متى تأتيني أصبحك كأسا راويات وإن كنت عنها غانيا فاغنى وازدادي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقيني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد ندما يبيض كالنجوم وقينات تروح إلينا بين برد ومجساد رحيب قطاب الجيب منها رفيقات بجس ندما بضة المتجرد إذا نحن قلنا أسمعين انبارت لنا على رسلها مطروقة لم تشدد وما زال تشرب الخمور ولذاتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلادي إلى أن تحامتني العشيرات كلها وأفردت إفراد البعير المعبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد ألا أي هذا اللائم أشهد الواغى وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع أمانياتي فدعني أبادرها بما مالكت يدي فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجديك لم أحفل ما تقام عوادي فمنهن سبق العاذلات بشربات كميت متى ما تعلى بالماء تزبيدي وكري إذا نادى المضاف محنابا كسيد الغضى نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والداجن معجيب ببهكانة تحت الخباء المعماد كأن البرين والدم ليجا علقت على عشار أو خروع لم يخضد فذرني أروي هامتي في
حياتها مخافة شرب في الحياة مصرد كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا صدى أين الصاد أرى قبر نحى من بخيل بماله كقبر غوي في البطالات مفسد ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد أرى الموت يعتم الكرام ويصطفي عقيلات مال الفاحش المتشدد أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفادي لعمروك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوال المرخى وثنياه في اليد فما لي أراني وابن عمي يا مالكا متى أدنو منه ينأى عني ويبعودي يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط ابن أعبادي وأيأسني من كل خير طالبته كأنا وضعناه إلى رمس ملحد على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي وقربت بالقرب وجديك إنني متى ياك أمر للناكثات أشهادي وإن أدعى للجلاء أكن من حماتها وإن ياتك الأعداء بالجهد أجهادي وإن يقذفوا بالقذع عرضاك أسقيهم بكأسي حياض الموت قبل التهدد بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكات ومطردي فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفراج كربي أو لا أنظارني غادي ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسأل أو أنا مفتدي وظلم ذوي القربى أشد ما ضاضة على المرء من وقع الحسام المهنادي فذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند ضرغادي فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثادي فأصبحت ذا مال كثير وعدني بنونا كرام سادات لي مسوادي أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد فآليت لا ينفك كشحي بطانة لأبيض عضب الشفرتين مهندي حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضد أخي ثقة لا ينثني عن ضريبات إذا قيل مهلا قال حاجزه قاد إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي وبرك هجود قد أثارت مخافتي نوادياه أمشي بعضب مجرد فمرت كهات ذات خيف جلالات عقيلات شيخ كالوابيل يا لندادي يقول وقد ترى الوظيف وساقوها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمد فقالوا ذروه إنما نفعها له وإلا ترد قاصي البرك يزداد
فظل الإماء يمتلي لنا حوارها ويسعى علينا بالسدي في المسرهد. فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. بطيء عن الجلة سريع إلى الخانة ذلول بأجمع الرجال ملهدي. فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوات ذي الأصحاب والمتوحد، ولكن نفى عني الأعادي يا جرآتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتيدي. لعمروك ما أمري علي بغمات نهاري ولا ليلي علي بسرمادي. ويوم حبست النفس عند عراكيه حفاظا على روعاته والتهدد، على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. وأصفار مطبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي.